هاي، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على زيت جدايل. هل هو فعلا نتائجه رهيبة وبيطول الشعر جدا، ويعني بيدي كثافة وطول للشعر فعلا، ويستاهل الضجة اللي اتعملت عشانه، ولا هو زي قلته بس مجرد ماركتينج عليه وكان حلو يعني، والدعاية بتاعته كانت حلوة؟ هل فعلا هو يستاهل فلوسه؟ هو وصل دلوقتي ل 800 جنيه مصري، هل يستاهل فعلا السعر ده عليه ولا لا؟ فعشان تشوفوا اجابتي او رأيي عنه، كملوا الفيديو للاخر، وياريت تعملوا لي اشتراك على القناة وتدوسوا الجرس الصغير وتعملوا لايك للفيديو دوت، وياريت تشيروه. ويلا بينا نبتدي واقول لكم عليه رأيي بصراحة. بصراحة زيت جدايل اول ما استخدمته، اول شهر من استخدامه، كان معجزة بمعنى الكلمة. فعلا فعلا كان روعة. اول ما استخدمته لمدة شهر، فعلا شعري طول بطريقة رهيبة جدا جدا، يعني ما كنتش متخيلة. كنت قصة شعري وقلت عايزاه يطول بسرعة، وجبت جدايل مفيش، يعني اللي قصيته رجع تاني في شهر تقريبا، رجع طوله الاولاني بالظبط، مع اني كنت قصة كمية كبيرة من شعري، بس فهو رجع بالظبط زي الاول. تمام، دوت اول ما استخدمت زيت جدايل. بس بعد كده ما جابش اي نتيجه مع شعري، يعني هو يدوبك الشهر الاولاني او الشهر اول شهر ونص من تجربتي معاه، بعد كده ما جابش معايا اي نتيجه. لو ملاحظين اصلا الازازه فاضيه ما فيهاش حاجه، خلصته. بس هو يعني في اول استخدامه كان حلو جدا جدا معايا، وفعلا طول لي شعري جدا. بس بعد كده مهما احط ومهما اعمل حمامات زيت بيه، ما بقاش يطول لي شعري. فنصيحة مني يعني ايه، استخدموه شهر لو عايزينه فعلا كل مرة يجيب معاكم نتيجة، استخدموه شهر ونص ووقفوه، استخدموا حاجة تانية بديلة، اي زيت تاني، و ارجع واستخدموا الزيت التاني دوت لشهر ونص كمان، بعد كده وقفوه ورجعوا تاني استخدموا زيت جدايل. عشان انا لاحظت ان الشعر بيتعود على الحاجة وخلاص، ما بعد كده ما بتجيبش معاه نتيجة. فيستحسن ان احنا فعلا كل شوية نقعد نغير في الزيوت. المعلومة دي صح على فكرة جدا، كنت بسمعها زمان وما كنتش بصدقها، بس انا فعلا لاحظت الموضوع دوت. كل ما عودت شعرك على حاجة خلاص ما بتجيبش معاه تأثير. بس هو دوت كان رأيي فيه بصراحة. هو فعلا أول ما جربته كان روعة، وبعد كده ما بقاش يجيب معايا نتيجة، وقلت لكم على السبب ايه بقى. وبعد كده كمان عايز اقول لكم حاجة، انا اكتشفت زيت، اكتر زيت بيأثر على طول الشعر. لو عايزين تعرفوا ايه هو الزيت دوت، فعلا بيجيب نتيجة روعة، يعتبر من احسن انواع الزيوت اللي بتطول الشعر. انا قريت كتاب عن الشعر، اوكي، وكانوا قايلين فيه ان نوع الزيت دوت يعتبر من اكتر الزيوت اللي بتأثر على طول الشعر. فلو حابين تتابعوا او تعرفوا ايه هو الزيت دوت، تابعوني واشتركوا في القناة. هقول لكم ان شاء الله في الفيديو الجاي ايه هو الزيت دوت وازاي تستخدموه، وهو هيطول لكم شعركم جدا جدا في وقت قليل جدا. ولو حابين تعرفوا خلطات اكتر عن الشعر، وصفات اكتر عن الشعر، زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت، انا شعري ما كانش بيطول ابدا ابدا، ورحت لدكاترة كتير وقالوا لي دي جينات وشعرك استحالة يطول، بس طول. انا مش متخيلة ان شعري طول. انا دايما يقولوا لي الدكاترة، كانوا بيقولوا لي ان استحالة شعرك يطول وطول. فده بسبب ان انا قريت كتير عن الشعر وفهمت الشعر، وانتوا كمان لازم تفهموا الشعر وتعرفوا الشعر بيتكون من ايه، وازاي تغذوه، ايه هي الزيوت اللي ممكن تطول. بس لو عايزين تعرفوا كل الكلام دوت، ونمشي خطوه خطوه، ونمشي في روتين معين مع بعض لغايه لما نوصل للطول اللي انتوا عايزينه واللي احنا عايزينه، ونوصل ان شاء الله ان شعرنا يبقى لاخر ظهرنا، تابعوني وهنوصل مع بعض ان شاء الله للطول المثالي. وما تنسوش تشتركوا في القناه، وباي باي.